أحلاكي ما أحلاكي، طلع علي قلبي. لهون لهون بنتي الحلوة. حبيبة قلبي يا قلبي طلع علي. حطي عنك يا خانو، خديري بالك عليها ترتاح. ما حبيت اسم عائشة، خلينا نغير لها اسمها فورا لكان. شو رأيك نسميها تولين؟ شو رأيك؟ لا ما بدي، ما بحب اسم تولين. ليش ما عجبك؟ عم قلك ما عجبني الاسم وبس، هذا الاسم كتير تقليدي وقديم، بركي ما كان خير عليها، نقي غيره. شو في اسم غيره؟ لقيتها، ياسمين. ياسمين؟ عن جد عم تحكي هلأ؟ معقول بدك تسمي هاي البنت الطفلة ياسمين؟ لا ما عجبني الاسم، خلينا نلاقي غيره. اختاري انت. طيب اخترت واحد، سيلين. ايه سيلين. اجت المرأة اللي جابت البنت يا افندي. خليها تتفضل. حاضر يا افندي. ما بتأخر. تفضلي. حتى لو كانت بنتي كنت عطيتكم اياها لتتبنوها، قديش حظها حلو. هاد إليك. وهاد بتروحي بتعطيه لأهل البنت. اسمعي، نبهي أهلها أنه ما بدي مشاكل. إيه أبوها بالحبس وأمها مختفية كمان، ما في حدا رح يسأل عنا، لا تخاف أبدا. اسمعي، إذا صار شي مشاكل بعدين أنا ما دخلني. لا تخاف يا بيك، هي مو أول مرة بعملها، كل شي رح يكون تمام، أنا متعودة على هالشغلة ومرقة على راسي. أنا ما بعرف، إذا صار أي مشكلة فأنت الوحيدة المسؤولة. مثل ما بدك يا أفندي، بالنهاية أنت ما عندك أولاد. تمام، فيكي تروحي. شو حلوة يا قلبي، هاي بنتك؟ حبيبتي الله يحميكي. شو رأيك تجي تاخدي لك شفة؟ لك شو هذا اللي عم تحكي؟ انت كيف بتفكري فهميني؟ ألو، يا معلم. إيه أنا. ما أجي خبر منكم لهلا. تكل علي، عندي بنت جديدة بتصير الخاطر. أنا بجيب لك إياها بس بدي كاش. هي الحقيرة عم تبين عينك كنت عينك.
اتفق مع الرجال خليه يجي. يلا هي طلعت ناوية تبيعني عن جد؟ رح نقول لها انه اخدينا لعند بنتها. لا تخليه يجي لهون قبل ما تعتم العين مشان ما حدا يشوفه. الو ايه معلمي، ما رح تزبط تجي انت لهون مطور حتى يصير الليل، عم تفهمني؟ ما مثل ما عمل لك لا تجي حتى دق لك انا، اتفقنا؟ شو ما بدك تروحي معي حتى تشوفي بنتك؟ يلا اسمعي، اذا ما بتروحي وبتشوفيها هلا انت ما عاد تقدري تشوفيها بكل حياتك، عم تفهمي؟ عجبني هذا الكلام. لا تكون قافل الباب من جوا. الباب ما بينقفل، كانه حاطه شي وراء. تعال خلينا نخلع وتعال. تعال يلا. امينه أمينة؟ شو وين هاي؟ شو وين راحت؟ هربت، مبين إنه شكت فينا لهيك راحت. يعني وين بدها تروح؟ هي مرجوعة لعندي. لا تنسى أنا الوحيدة يلي بعرف مكانها للطفلة. هلأ بتمشي لها شوي بالشوارع وبترجع لعندي عم تبكي وتقلي وين بنتي؟ تعالي يا حلول. طلعي يا حلوة، وين رايحة؟ مو حرام تتعبي حالك؟ أنا باخدك وين ما بدك. طلعي يا حلوة بالسيارة. يلا طلعي بقى، شو ناطرة؟ يلا تعي. وين هربانة مني؟ خلصيني، طلعي معي. يلا طلعي، لك طلعي يا حلوة، طلعي يلا. لك يلا تعالي شبكي، يلا تعالي معي على البيت، بعرف النسوان اللي مثلك كتير منيح. تعالي معي يلا على البيت، وين رايحة لحالك؟ تعالي معي. في الله ياخدك، روحي بالناقص منك، ان شاء الله ستين عمرك، انت الخسرانة بالنهاية. بس يا اخي شو هالحالة هي اللي واعي فيها؟ لك شو بدنا نعمل؟ والله كل شي منيح بس بلا طعمة. ايه امورنا كلها تمام. طيب وين الفستق يا اخي؟ اذا بدك تطلع لورا وبتشوفها. بلا مقالب يا ولد، اوعك تضحك علي، هلا رح صير اتخيل اني رح لاقي مرة حقيقية وراي. في مرة حقيقية بس تطلع وراك. يا سلام، والله عسل، طلع ما احلاها. حقيقية قلتك؟ لا تخافي منها يا حلوة، ما شاء الله هي امر ومصور. وقفي عندك لا تخافي. خلينا نلحق يا اخي. وقفي عندك. تعي. شو هالدعمة؟ شو صار فيها؟ خلينا نهرب، خلينا نهرب. يلا نهرب اخي بلا ما نتلف فيها، ما بدي اقضي حياتي كلها بالسجن. الحمد لله لساتها عايشة. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.